رح ناخذ لليوم اللي هو تكملة ويك 6، اوكي، اللي هو كان احنا بقينا جزئية بسيطة بالاخر اللي هي السبيشاليزيشن الاجريجيشن او الجنراليزيشن كمان، مظبوط، بالاضافة الى الويك 7 اللي كان نورماليزيشن، مظبوط. فاحنا ما راح ندخل في الويك 8 اكيد، يعطيك العافية يا هواي. اوكي ماشي، طبعا بس شوي لسه عشان حجمها كبير رح تاخذ شوية وقت، ما بعرف اذا كان الاولى تحملت، اكد. بس اللي اعرف حامد لو كان الملف حجمه 3 جيجا بايت عادي، 3 ميجا سوري 3 ميجا بايت بتحمل، ما في اشكال. اوكي تمام. طبعا بالنسبه للنورماليزيشن السلايدر راح احملها لليوم مش نفس في بلاك بورد، الدكتوره شرحت ما شرحت نفس في بلاك بورد، لو انتبهتوا لطريقه الشرح في سلايدات ويك 7 كثير كومبليكيتد بالنسبه لموضوع النورماليزيشن، وزي ما احنا ما شفنا في الاخيره لما نوضحوا الشباب انه الدكتور علي حكي لهم انه نركز على موضوع او انه ممكن يجي بالاختبار طريقه هل ان التيبل بالفيرست نورمال فورم او السكند نورمال فورم او الثيرد نورمال فورم. فاهم شيء في ويك 7 نحن نفهم طريقه النورماليزيشن ونعرف نفرق بين انواع التيبلز، كل تيبل انه باي نورمال فورم موجود. فانا راح اركز بشرحي اليوم على الامثله لانه على الاغلب راح يجي ممكن يكون مثلا سؤال نظري عن النورماليزيشن، انه ما معنى كل مرحله مراحل نورماليزيشن، او يجيب لنا اكزامبل ويسالنا انه هل انه هذا بيل ساتسفايد فلنفرض فيرست نورمال فورم او السكند او الثيرد ونذكر السبب. وعلى الاغلب هي طريقه دكتور علي بالاسئله، انه احنا مثلا ممكن نوضح شو نوع التيبل مع ذكر الاسباب، تمام. لكن طريقه لشرح بلاك بورد صراحه ما اتوقع بدها تكون سهله، راح انتظر لما الدكتور علي يعمل المراجعه، اذا كان ذكر اي جزئيه في ويك 7 غير اللي نغطيها اليوم نرجع نشرحها مره ثانيه. اوكي تمام؟ لكن ما راح انه نضيع وقتنا صراحه بشيء كله عباره عن موضوع علاقات، اوكي، اكثر من التركيز على النورماليزيشن بحد ذاته. تمام. اوكي ما بعرف لانه يا حمد الوقت هيك عادل التحميل، تحميل الاستاذ انا الان ما ظهر عندي. بالنورماليزيشن اول يعني هذا اوكي تشوف انا السترين صارت انا مش شايفه مش مبين عندي. طيب يعني انت راح تبدا بالنورماليزيشن؟ لا 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 راح ابدا اول شيء بويك 7 راح اخلصه. طيب انت بعتي الفايل باي ايميل و يعني جاست ان كيس اذا ما نعمل له ابلودينج كويس انا برضه برجع ارفعه. طيب بظاهر انت عندك ويك 7 مبين قدامك على الشاشه؟ لا ويك 7 فل كامل. انا مش مبين عندي، مش قادر اني اشوف. ايوه الان كيف؟ ولا الان يعني بي عندي كانه لودينج. لا السلايدات شغاله كويس هاد ويك 7 غريبه. طب اجر ويك 5 مكتوب. لا ويك اللي هو ايوه بالضبط ويك 5 شابتر 7. بس انا مش ظاهره عندي، اجرب اطلع من السيشن وادخل تاني ولا كيف؟ Thank you.
اوكي الان ظهرت عندي. اوكي تمام. خليني انتقل مباشرة للجزئية المتبقية عنا. اوكي تمام نشوف الباك. هل انه هيك افضل ولا ستيل لسه في تشويش؟ اوكي تمام افضل من اول. لتعديل اكثر او اوكي هيك؟ طيب ممتاز. طيب ماشي الحال. طبعا راح نتكلم على نرجع بس هون لساتني ما رجعت انا للسلايد المطلوبة. اوكي راح نحكي عن الـ Extended ER Features. طبعا احنا تكلمنا في المحاضرة الماضية عن موضوع الـ ER، تحكينا عن المواضيع اللي هي الخاصة بموضوع الـ Attributes، الـ Converting، الـ Binary أو الـ Converter اللي هو مثلاً الـ Non-Binary Diagrams، الـ Binary Diagrams، أنهينا كل هذه المواضيع. والآن رح نتكلم عن موضوع منفصل نوعاً ما، مش مرتبط بالجزئية السابقة، لكن هو يعتبر إحدى خواص الـ Entity Relationship، ودائماً يستخدم أكثر شيء عن تمثيل الكلاسز. يعني الجزئية اللي راح نشوفها الآن، لو إحنا في المستقبل اشتغلنا على كان في كلاسز، بيعتمد كتير على موضوع تمثيل relationship بمسميات اللي هي specialization أو generalization أو aggregation. تمام؟ طبعا هي مصطلحات كتير سهلة، مهم جدا نحن نعرف الفرق بينها. ممكن تجينا على شكل سؤال نظري، أو ممكن كمان يجينا بسؤال يكون مثلا بشكل عملي، انه او نوضح العلاقه او ما معنى علاقه مثلا تيبل 1 بتيبل 2 بشكل سبيشاليزيشن. رح نفهم كل المواضيع الان حالا. اول شيء بالنسبه للسبيشاليزيشن رح نضرب المثال مباشره، وبعدين نرجع مره ثانيه للشرح عشان يكون اوضح لنا. وانتبهنا على المثال اللي امامنا، في عندنا تيبل اسمه بيرسون. تمام، يمكن لو احنا جينا للجافا كنا دائما ناخذ كلاس اسمه بيرسون، صح ولا لا؟ ونعمل كلاسز بتورث منه، تكون مثلا امبلوي او ستودنت وخلافه. فاكرين هالكلام هذا او لا يا جماعه؟ صح. ايش كانت فكره التوريث عنه؟ انه لو عندي اتريبيوت مشتركه بين من كلاس، ممكن احنا نجمعها في البيرنت كلاس، صح ولا لا؟ وبعدين نعمل كلاسز تم الانهيرتنس من البيرنت، وبالتالي ما فيش داعي انه احنا نكرر الاتريبيوتس في كل تشايلد كلاس. صح، نفس الفكره عندنا في ريليشن شيب. انا عندي الامبلوي والستودنت، لازم كل واحد فيهم يكون له، خلينا ناخذ المؤشر، لازم كل واحد فيهم يكون له اي دي، لازم يكون له نيم، لازم يكون له ادرس. تمام، بدل ما اكرر الاي دي والنيم والادرس في جدول الامبلوي وجدول الستودنت، بكتفي اني انا اذكره في البيرسون اللي هو الجدول الاب للامبلوي والستودنت. بعدين بضيف بالامبلوي الاتريبيوت الاضافيه اللي بتميزه اللي هي الامبلوي.
بالتالي الـ employee بشكل explicit بشكل واضح يحتوي على salary award، لكن بشكل implicit هو يحتوي على salary والـ ID والـ name والـ address، صح؟ طبعا موضوع انه احنا بنحكي بشكل implicit وجود الـ relationship بين الـ person وبين الـ employee بتخلينا بسهولة انه احنا نقدر الـ employee الـ ID والـ name والـ address من جدول الـ person، وبعدين الـ salary من جدول الـ employee لما نبدأ نتعامل بشكل عملي مع التابلز. تمام؟ بالنسبة لنفس الفكرة عندنا هون التوتال كريدتس بالإضافة إلى الإمبليسيت أتريبيوت الموجودة في البيرسون. في عندي كمان تو إنتيتي تعتبر كمان إنه ممكن أقول سب كلاس للسوبر كلاس. لو فاكرين مسميات السوبر والسب، أنا هلا حكيت بيرنت وتشايلد بمسمى أو بمصطلحات داتابيز، لكن المصطلحات الكلاس هو السوبر والسب، صح؟ طبعا هنا عندنا الجدول الامبلوي بتفرع منه جدولين هو الانستركتور والسكرتري، اللي الاثنين عباره عن انواع من الموظفين، الانستركتور تبع الامبلوي والسكرتري تبع الامبلوي. لو بدي اجي اعمل تتبع او تراك للانستركتور بحكي ان هو يحتوي على اتريبيوت الرانك بالاضافه الى السالري من الامبلوي بالاضافه الى الاي دي والنيم والادرس، لكن بدل ما اني اوزعهم او اني سوري اجمعهم كلهم فرضوا الانستركتور، اوكي وزعناهم على اكثر من تيبل، وبالتالي احنا قللنا عمليه الدوبليكيت في الاتريبيوت، لانه لو كان الاي دي والنيم والادرس والسالري والرانك فرضوا الانستركتور والاي دي والنيم والادرس والسالري والاورز بير ويك في السكرتري راح يكون في عندنا دوبليكيت بالفيلدز. مضبوط كلامنا؟ فبالطريقة هاي هذه نوع من طريقة توزيع الاتريبيوت بحيث انه احنا نعمل مينتين للداتابيس وما نعمل دوبليكيت للفيلدز. ممكن ما يكون هذا السيناريو دائما مستخدم، لكن انه هو طريقة متبعة اوكي في الداتابيس. وطريقة العلاقة او نطق العلاقة تكون انه بنحكي الستودنت مثلا يعمل، يعني احنا دائما متعودين على انه انتيتيز بكون بيناتها معين او شكل دايموند، بكون مثلا مكتوب فيه ورنفود وورك، صح ولا لا؟ او ريجستر، يعني مثلا ستودنت ريجستر ان كذا ان ا ديبارتمنت ان ا كورس. لكن هنا العلاقه مختلفه تماما، بحكي الستودنت از ا بيرسون، راح اكتبها بسميها علاقه از هتا اوكي الطريقه هذه تنطق is a، okay. Student is a person. Employee is a person. Secretary is a مؤشر. Secretary is an employee. Instructor is an employee. تمام؟ فإذا طريقة نطق العلاقة عندنا هنا مختلفة عن طريقة نطق العلاقات اللي أخذناها سابقا. تمام؟ بهذه الحالة احنا بنسمي او بنطلق على هذا النوع من علاقة specialization. شو يعني specialization؟ يعني ان person بتفرع الى فرعين او بتفرع منه جدولين employee و student. ان student هو عبارة عن special، ممكن نفرق شو specialization؟ تخصيص. ان هو special type من person. الemployee هو عبارة عن special type من person كمان. secretary عبارة عن special type من employee. instructor عن special type من الامبلوي برضو. واضح؟ واضح يا جماعة إلى الآن؟ فكرة specialization رجعت للسلايد السابقة، هنبدأ نستوعبها لو قرأناها. إنه top down، شو يعني top down؟ يعني تقرأ إلى أسفل. top down ال person متفرع منه student و employee من top الى down، اوكي، لان الان في عنا نوعية عكسية بتكون من ال down الى top. اذا top down design process we designate grouping within an entity set that are distinctive from other entities in the set. زي ما احنا شفنا عبارة عن كأنها sub group زي ال instructor وال الانستركتور من حكينا الانستركتور والامبلوي الاثنين او سوري الامبلوي والستودنت عباره عن سب جروبينج من مين؟ من بيرسون.
دي سب جروبنز باللور ليفل. اكيد طبعا انه كل ما احنا منزلنا بالليفل ايش يعتبر لور ليفل؟ هذا الابر ليفل لور ليفل، وهذا يعتبر لور ليفل لمين؟ سوري لور ليفل للامبلويز. depicted by a triangle component label is a instructor is a person. ممكن في بعض التمثيل او في بعض الكتب ممكن نلاقي ان هم عاملين العلاقه بالطريقه هاي. ارسمها. اوكي شايفين هذا التراينجل وبكتب جواته از يعني لو مسحنا هاي ممكن زي ما حكينا نلاقي ان بعض الكتب او بعض طريقه التمثيل بتكون انه احنا بنوصل بين البيرسون وبين الستودنت من خلال التراينجل وبنكتب داخله از ا. احنا متعودين بالريليشن شيب العادي بيكون عند الشكل عباره عن الشكل المعين او الدايم مضبوط، لكن في عندنا في موضوع السبيشاليزيشن لا الفكره مختلفه. نضع مثلث بين البيرسون وبين الستودنت، مثلث بين البيرسون وبين الامبلوي، نفس الفكره بين الامبلوي والسكرتري، نفس بين الامبلوي والانستركتور. وداخل كل ريكتانجل او سوري التراينجل ايش بنكتب؟ از ا. ما فيها انه احنا كل مره بنختار على حسب نوع العلاقه، انه مره احكي ورك ان ريجستر ان زي ما تعودنا سابقا، لا دائما العلاقه الثابته از ا لانه هو نوع من تايب اوف. اوكي؟ Attribute inheritance, a lower level entity, set inheritance of the attributes and relationship participation of the higher level entity set to which it is linked. شو معنى هالكلام؟ انه عندي انا lower level يعني زي ال employee وزي ال student بيعمل inheritance او بيرث كل ال attributes في person، ولو انه هذا ال person علاقه باي انتيتي اخرى نفس الشيء الامبلوي والستودنت كمان بيرثوا نفس الريليشن شيب اللي بين البيرسون وبين اي انتيتي اخرى. يعني على سبيل المثال هون عند الانستركتور، اوكي الانستركتور بيعمل انهيرتانس او بيرث الاتريبيوت بالامبلوي صح ولا لا؟ وما ان الامبلوي اوريدي على علاقه او عند ريليشن شيب او انه يرث من البيرسون، معناته كمان اوتوماتيك الانستركتور يرث نفس الاتريبيوت من مين؟ من البيرسون. تمام؟ فعشان هيك احنا بنحكي انه هو بيعمل انهيرتنس من الابر ليفل واي شيء كمان مربوط فيه. بالضبط، ذكرنا جافا 2، انا جافا 2، جافا 1. الذكريات القديمة. اوكي، نكمل. نيجي بعدين لموضوع الجنراليزيشن، نفس الفكرة، نفس الاكزامبل، لكن الله ما في بدل ما نقرأه من توب لا الدعم رح نقرأه من bottom to up. Design process. Combine a number of entity sets that share the same features into a higher level entity set. Specialization and generalization are symbol inversion of each other. يعني هم الاثنين عبارة عن ايش هم الاثنين؟ The terms specialization and generalization are used برضو interchangeably. ممكن اني استخدم يا اما هذا المصطلح او المصطلح الاخر، يعني يا اما specialization او generalization، لكن بيختلف عندي طريقه القراءه زي ما راح نشوف هلا. هنا ارى المثال الاول. لما اجي اعمل generalization شو يعني معناته؟ هذيك كانه عمليه انه تعميم، ممكن نسميها او تجميع. من البوتوم الى التوب بحكي الانستركتور ما السكرتري هم الاثنين بيشتركوا بصفات معينه انهم هم الاثنين امبلويز، اذا ممكن اعملهم كومباين توجذر ويكونوا تابعين لمين؟ للامبلوي. نفس الشيء الامبلوي والستودنت كمان بيشتركوا بصفات مشتركه انه هم الاثنين عباره عن بيرسون، اذا تعملهم كومباين توجذر تابعين لمين؟ للبيرسون. فالفكره بمنتهى البساطه لما اجي انا اقرا العلاقه من اعلى الى اسفل تعتبر specialization. لما اقراها من اسفل، كان انا ايش حكيت؟ حكيت العكس. لما اقراها مره ثانيه من اعلى الى اسفل specialization، من اسفل الى اعلى generalization. عشان هيك احنا بنحكي هون انه ما في فرق، اللهم في انه نحكي specialization بتتفرع الى two tables، لكن في generalization two tables
بتجمعه في one table. تمام؟ فإذا هما نفس الكونسبت. وصلنا لعند هاي السلايد. Specialization برضو والجنراليزيشن can have multiple specialization of an entity set based on different features. طبعا اكيد ان احنا بنقدر انه يكون في عندنا multiple specialization، يعني زي ما انتم لاحظتوا هلا انه ممكن انه يكون في عندي اكثر من ليفلز، تمام، او ممكن يكون في عندنا اكثر من معيار. رح نشوف هلا كيف. مثال عندنا هنا permanent employee versus temporary employee in addition to instructor والسكرتري. هلا انا ممكن احكي الانستركتور والسكرتري الاثنين شمالهم تابعين للامبلوي، وبامكاني كمان اضيف اقول البيرمننت امبلوي والتمبري امبلوي كمان تابعين لشو؟ للامبلوي. فصار عندنا هون مالتيبل سبيشاليزيشن، الانستركتور والسكرتري كانهم فئه معينه، والامبلوي البيرمننت والتمبري كمان كانهم فئه اخرى، لكن الاثنين تابعين لنفس الانتيتي اللي هي الامبلوي. تمام؟ Each particular employee would be a member of one of permanent employee or temporary employee. بحكينا هنا انه كل employee عنا ممكن يكون تابع للpermanent employee او للtemporary employee، وممكن كمان and also a member of one of instructor or secretary زي ما حكينا من شوي. تمام؟ يعني ممكن يكون الموظف عندي permanent temporary او يكون instructor او secretary. اوكي، طبعا كيف ممكن نمثلها؟ بامكاني هون انا اجي تحت الامبلوي اني اضيف فرع اخر بالطريقه هاي. اوكي، هون عندنا مربعين تانيين، واحد اسمه temporary والتاني اسمه permanent. ماشي الحال، صار في عندنا ايش؟ مالتيبل سبيشاليزيشن. واضحه؟ طب انا الان ما اتحمل السلايد، بس ثواني خليني ارسل الملف لحامل. اوكي، نرجع مرة ثانية. زي ما حكينا هنا انه وصلنا لعند ال
Each particular employee كان a member of permanent هذه برضو حكيناها قبل شوي. Okay. The is a relationship also referred to as super class sub class relationship. أتوقع إنه كلنا فاهمين شو معنى super وشو معنى sub. إن ال employee يعتبر هو super class والsub class هو ال instructor هو ال student. Okay جماعة يا جماعة لهلا حال في هالمصطلحين specialization generalization إلى الآن. Okay. نكمل. Constraints on which entity can be a member of a given lower level entity set. أول شيء عندنا ال condition defined. Example when all customers مثلاً over 65 years are members of senior citizen entity set. هنا معطيني senior citizen is a person. بحكي لنا إنه إحنا على أي أساس على أي معيار ممكن نختار مش نعمل lower level و upper level. زي ما وضحنا سابقا انه احنا نفس لما يكون في عندنا اتريبيوت ممكن تكون مشتركه بين تو انتيتيز ساعتها بنستخدم موضوع السوبر كلاس والسب كلاس او هنا السوبر انتيتي والسب انتيتي. فبحكي لي اذا كان في احنا عندنا الكاستمرز تمام هم عباره عن شو اساسا اللي فوق ال 65 سنه عباره عن ممبر اوف سينيور سيتيزن. اوكي طب انا السينيور سيتيزن هو عباره عن بيرسون تمام يوزر ديفايند يا إما condition defined يا إما user defined. في عنا two criteria يا إما بكون معتمد على شرط يا إما بكون معتمد على شو على تعريف أو على تحديد. أوكي هنا شو قصد الشرط إنه عندي يعني مش كل ال customers اللي أكثر من 65 سنة عبارة عن senior يعني كأنه عبارة عن جزء من ال customers جزء من ال customers لو أنا عندي جدول ال customers بالكامل مجموعة من رح يكونوا السينيور. اوكي اذا السينيور citizen هم عبارة عن البيرسون وكمان برضو الكاستمر هو عبارة عن شو عبارة عن البيرسون. مضبوط يا جماعة ولا لا؟ لكن الفرق بين الكاستمر وبين السينيور citizen شو هو الفرق بينهم؟ ان الكاستمر حسب النوع هو بيرسون لكن السينيور citizen مش حسب النوع حسب الشرط انه فقط الكاستمرز اللي اكبر من 65 سنة هم عبارة عن person. مش كتير مهم الموضوع الاستعدادات السابقة هي الأهم صراحة. Constraints on whether or not entities may belong to more than one lower level entity within a single generalization. هون بحكي لي إنه إحنا في عنا برضو بعض القيود. أوكي اللي هنا on whether or not entity يعني ممكن أحيانا تكون عندنا ال entity بتنتمي إلى lower level او لا. طيب بناء على شو؟ بناء على شغلة بنسميها disjoint او overlapping. الان رح نشوف هنا عنا في الرسم لو انتبهتوا من لحظات في عنا فرق في الاسهم والان رح نشوفها قبل ما اشرح disjoint والoverlapping. فشكلتين يا جماعة هون السهم كيف شكله وهون السهم كيف شكله واحدين. لو بتلاحظوا هون الستودنت راجع للبيرسون والامبري راجع للبيرسون لكن ما في بيناتهم اي حلقة توصل صح؟ هذه بنسميها disjoint. هاي النوعية من الاسهم ايش بنسميها؟ disjoint يعني الستودنت والامبري ما في بيناتهم اي علاقة صح ولا لا؟ لكن الاثنين بيربطهم صفة واحدة هم البيرسون. لكن هنا السكرتري والانست تركتور لما هم اللي يتقابلوا وبعدين يرجعوا للامبلوي بنسميها overlapping. شو بنسميها؟ overlapping. شو يعني overlapping؟ يعني تداخل مضبوط؟ يعني ممكن وارد مثلا انه عندي الانستركتور ممكن يكون سكرتري او السكرتري يتحول الى انستركتور في يوم ما. الاثنين عباره عن employees ممكن يصير بيناتهم overlapping لكن الامبلوي والستودنت لا ما في بيناتهم. يعني حاليا عندنا هون لو احسن في الجامعه الستودنت ما بصير امبلوي والامبلوي ما بصير ستودنت فما فيش بيناتهم اي اوفرلابينج بيكونوا ايش مالهم disjoint غير مرتبطين او منفصلين عن بعض. اوكي فطبعا بنلاحظ هاي النقطه بنحكيها عن اللور ليفل
هذول الاثنين لور ليفل علاقتهم ببعضهم disjunct. انا ما بحكي عن العلاقه بين اللور والابر، لا، علاقه الانتيتيز مع بعض الموجودين في نفس المستوى. تمام؟ نيجي نقرا معنى الديسجوينت والاوفرلابينج. الديسجوينت ان انتيتي كان بيلونج تو اونلي وان لور ليفل انتيتي سيت، زي مثلا حكينا زي الاستودنت هي بس تنتمي الى نفسها. Noted in ER diagrams by having multiple lower level entity sets like to the same triangle. اوكي، طبعا احنا بامكان يكون في عندنا اكثر من multiple lower level، لكن بكون عندنا sets linked to the same triangle. بكون عنده ممكن يرتبطوا كلهم من خلال نفس التريانجل. هاي اجي اشرحها هون شو معناتها. ممكن انا اثناء الرسم اعمل تريانجل واحد بالطريقه هاي، وبدل ما اكون الاسهم ابعد شوي، بدل ما تكون الاسهم مربوطه بالبيرسون مباشره، ممكن اكون الستودنت مربوط بالتريانجل بالطريقه هاي. ماشي، مش مساعدني الطريقة هذه. هاي معنى انه احنا ممكن التو انتيتي اللي في اللور ليفل ممكن يرتبطوا كل واحد من خلال التريانجل تبعه بالبيرسون، او ممكن الاثنين احطهم بون تريانجل ويرتبطوا بالبيرسون. اوكي، لكن المهم انه انا السهمين او الخط ما اخليهم يلتقوا مع بعض. يعني من الخطا اني اعمل سهم واحد طالع من الاثنين بطريقه disjoint. في ولا شيء بيمسح مسح الموجود. نمسح الأسهم شوي. تمام، زي ما وضحت انه انا بامكاني اني اعمل هون تريانجل واحد اي كنترول نجرب. لا هو هيك علم الكل. طيب تمام، لو هنا وضحنا التريانجل تبعي. اوكي، من الخطا بطريقه الديسجوينت اني انا اطلع سهم مشترك من الاثنين. وبعدين اشبكه بالتريانجل. اوكي، لازم اطلع من كل انتيتي سهم منفصل. بس انا بس بوضح لك الكونسبت رسمه. يعني فكره الديسجوينت ممنوع الالتقاء نهائيا. سواء كانوا مربوط بالتريانجل مباشرة أو كانوا مربوطين بالبيرسون على طول، لازم يكون في انفصال بينهم. واضح؟ نيجي نقرأ مرة ثانية. An entity can belong to more than one lower level entity set. يعني هنا في الاوفرلابنج انه انا ممكن الانتيتي انها تكون منتميه الى اكثر من انتيتي بنفس اللور ليفل، فبصير في عندنا هون تداخل بالعلاقه. ممكن تكون عندنا الانتيتيز الموجودين باللور ليفل في تداخل بينهم، عشان هيك بنوضحهم من خلال سهم يلتقي وبيطلعوا مره واحده على البيرسون. اوكي؟ واضح؟ نكمل. هل انه بنوع ما طريقه السبيشاليزيشن بالاضافه الى الجنراليزيشن اصبحت الفكره تبعتها واضحه عندنا؟ اوكي، طبعا زي ما حكيت مصطلح فيهم. تمام، ونعرف كمان طريقه قراءه كل مستوى سواء من توب الى بوتوم او بوتوم الى توب. نكمل ديزاين. برضو كمان هنا عندنا الكومبليتنس كونسترينت، برضو كمان شغله اخرى نحكيها عن العلاقه هاي زي ما
موجودة بالعلاقات السابقة. Specify whether or not an entity in the higher level entity set must belong to at least one of the lower level entity. فاكرين موضوع total والpartial؟ حكينا total إن الآن entity must belong to one of the lower level entity set. يعني أنا يكون في عندي relation نوعها total معناته إنه لازم okay must be إن تكون relation between ال student وال person. رح أوضحها على student وال person بس بعد ما أقرأ ال partial. okay an entity need not belong to one of the lower level entity set. لاحظوا إن الموضوع كله يتعلق بال lower level. كيف نرجع لو أنا بدي أحكي العلاقة عندي بين الـ employee وبين الـ person total معناته إنه جميع الـ person okay جميع الـ person الموجودين عندي هون لازم يكونوا موجودين في الـ employees لازم إنها belong to إيش to lower entity. طيب إذا كان على سبيل المثال أنا في عندي person طبعا ممكن ينتمي إلى الـ employee أو إلى الـ student لازم ينتمي على واحد منهم. طب على فرض إنه أنا عندي person لا هو employee ولا هو student يعني not belong okay not belong to any lower level شو يعتبر partial. تمام معناته إذا جميع الريكوردز الموجودة في person توزعت أو تنتمي إلى employees أو إلى student. حامد ما عندك لاست ولا أشوف لسيدات أنت الماستر المفروض. طب الباقي شايفين السيدات الصوت موجود اوكي بالضبط. تمام طيب نرجع نكمل زي ما وضحت انه اذا كان جميع persons belong to employees or students معناته total must be اوكي لكن اذا كان في عند not necessary all the persons belong to employee or resident يعني عندي person مذكور ال ID والname والادرس لكن لا هلا هو لا employee ولا student معناته العلاقة عندنا ايش بتكون partial جزئية. واضح تمام يا جماعة ايش يعني بال employee اذا كان جميع ال employees يا اما instructor يا اما secretary يعني كل المسجلين عندنا بال employees الموزعين must be belong either an instructor or secretary is in total. لكن لو انا عندي employee لسه جديد لهلا ما اعرف شو وظيفته يعني مذكور لا صنف لا instructor ولا secretary اذا رح يكون partial. زي ما كنا بالضبط نحكي على موضوع العلاقه في ال ER diagram العاديه. تمام لاحظ دائما الموضوع بيكون بخص اللور يعني الأبر ينتمي إلى اللور لكن مش العكس لأنه أكيد 100% يا جماعة إنه أكيد دائما اللور ينتمي إلى الأبر صح؟ يعني must be. فمن هاي النقطة أنا حكيتها أخيرا ليش إحنا بنحكي في التوتال والبارتشر إن إحنا بنتكلم عن موضوع إذا كان البيرسون ينتمي إلى employee أو student مش العكس لأنه طبيعي إنه أكيد student والإنستركتور بما إنهم sub class أو sub entity 100% هم تبعين للبيرسون مستحيل ألاقي employee مش تبع للبيرسون هو أوريدي متفرع منه. واضح يا جماعة؟ نيجي هلا ننتقل لموضوع الاجريجيشن. الاجريجيشن هو عباره عن كونسبت مختلفه. لاحظ السبيشاليزيشن والجنراليزيشن نفس الشيء بس قراءتهم بالعكس لكن الاجريجيشن لا شيء جديد. consider the ternary relationship. شو يعني الترنري اللي هي not binary لما يكون عندنا علاقه between more than two tables اوكي زي موضوع البروجكت والستودنت والانستراكتور اوكي لو لاحظنا هون انه احنا دائما بنحكي في عندنا علاقه بيناتهم من خلال البروجكت جايد. طيب بحكي لي افرض انا حاب اعمل ايفالويشن للستودنت وايفالويشن للانستركتور ايفالويشن للبروجكت. ملاحظين كيف الاسهم طلع عندنا من الايفالويشن؟ ما بعرف هل انه يا جماعه حامد رجع ولا لساته؟
شكل حامل استخدم خلاص. نكمل. بحكي لنا suppose you want to record evaluation of a student by a guide on a project. الآن احنا حابين نعمل تقييم زي ما وضحت لمين؟ للطالب. هذا الطالب بنعمل له تقييم من خلال البروجكت اللي بيشتغل فيه مع الانستراكتور. موضوع الايفالويشن او العلاقه هاي كلها تعتبر اجريجيشن. ليش؟ لانه انا عندي هاي الانتيتي، هذا الانتيتي اللي اسمها ايفالويشن، ما راح بس تكون على علاقه بالستودنت فقط لا غير، لا راح تكون برضه على علاقه ثلاثيه بالستودنت بالبروجكت بالانستراكتور. صح ولا لا؟ مظبوط. طيب ممكن نحكي، طب احنا ليه ما نعتبرها انها نوع من العلاقات العاديه اللي هي التيرنري، اللي انا اربطها مباشره بالبروجكت جايد. ركزوا معي كثير منيح. لو شخص اجى حكى انا بدي اعتبر هذا الايفالويشن عباره عن انتيتي واربطه مباشره بالبروجكت جايد، هتكون عبارة أو هتكون عندنا قراءة العلاقة خاطئة جدا. ليه؟ لأن لو أنا شلت الـ evaluation for وحطيت الـ entity هون وصار عندنا العلاقة رباعية، كأني أنا عم بحكي إنه الطالب بيشتغل في البروجكت الفلاني مع المدرس الفلاني في الـ evaluation الفلاني. هذا الشيء خاطئ تماما. لا، أنا بدي أعمل entity خارجية تعمل evaluation للـ relation الموجودة عندي هون بالنص. اوكي، هنفهمها اكثر في السنه اللي جايه. الريليشن شيب سيتس اللي هي عندنا ايفال فور اند بروجكت جايد ريبريزنت اوفرلابينج انفورميشن. شو يعني اوفرلابينج انفورميشن؟ هلا لو احنا لاحظنا انا عندي بالبروجكت جايد شو بنخزن داخل هذا الانتي، لو احنا حولناها لتيبل شو المفروض رح نخزن فيها؟ لاحقا لو حولناها لتيبل مش حكينا رح نخزن فيها انستراكتور اي دي و student ID و project ID، مش هيك اتفقنا؟ نفس الشيء evaluation for، لو انا بدي اعطي تقييم excellent very good good لهذا البروجكت، معناته لازم اخزن داخل evaluation for ال instructor ID مع ال project ID مع ال student ID هذا البروجكت اشتغل فيه المدرس مع الطالب مثلا اخذ excellent. فإذا معناته المعلومات اللي في التو ريليشن رح يكون فيها اوفرلابنج، متداخلة مع بعض. طيب نكمل برضه نشوف ايش حكينا في هالموضوع. Every evaluation for relationship correspond to a project guide relationship. كل evaluation رح يكون لإله ريكورد داخل project guide. لو احنا حكينا في عندي انا اربع مشاريع لاربع طلاب مع اربع مدرسين لازم يكون في عندي اربع تقييم لهم. However, some project guide relationship may not correspond to any evaluation for relationship. هذا كلام برضه صحيح. ممكن يكون في عندي project مخزن داخل project guide لكن لهلا ما عملنا له evaluation. تمام؟ فإذا مش بالضرورة جميع البروجيكتس المخزنين داخل project guide انا اعملهم evaluation. تمام؟ So we cannot discard the project guide relationship. معنى هالكلام اللي عم بيحكيه، لو احنا مثلا واحد فينا اجى اقترح انه انا ليه اكرر بانه احنا عم نحكي هلا انه انا الحقول اللي هون او الاي دي للخاص بالانستراكتور والستودنت اي دي والبروجكت اي دي نفسهم راح يتكرروا في الايفاليويشن فور، ليش ما الغي وحده فيهم واخلي وحده؟ وخاص احنا دائما بنكرر انه احنا بنهتم بالافشنسي والداتا بيس، انه انا لازم يكون في عندي دبليكيت. نتكلم هنا من منطق اخر انه انا مش بالضروره كل البروجكتس اعملهم ايفالويشن، ممكن بعض البروجكتس اعملهم ايفالويشن والبعض لا. فاذا مش ممكن انا استغني عن الايفالويشن لانه هو ممكن فقط يقيم البعض، فراح يكون هنا نازع عن تقييم بعض البروجكتس او كلهم، او مش ممكن استغني عن البروجكت جايد واحل محل الايفالويشن لانه ممكن الايفالويشن ما يشمل لجميع البروجكتس المشمولين بين هالثري انتيتيز. واضح؟ عشان هيك في عندنا تو ريليشن شيب وفي بينهم اوفرلابنج او بعض التكرار في بعض الحقول. نكمل.
eliminate this redundancy via aggregation. المشكلة احنا حكيناها هلا موضوع ال overlapping، يعني احنا هلا برضه بدنا نحكي ككونسبت شفناها انه انا لازم اكرر. هلا احنا اتفقنا على انه لازم يكون في عندنا تكرار بين البروجكت جايد وبين شو؟ وبين الايفالويشن فورد. طيب يا ترى ما لها حل؟ ما في طريقه انه احنا نقرر موضوع الريدندنسي من غير ما نلغي واحد منهم؟ الى الحل من خلال الاجريجيشن. Treat relationship as an abstract entity. Allow relationship between relationships و abstraction of relationship into an entity. هنشوف هالكلام هذا كله بالسلايد الجاية كيف حللنا موضوع redundancy. اجا حكالي انه انا عندي هلا هون هذه العلاقة تبعتي. مزبوط؟ هاي البروجكت وهي الستودنت وهي الانستركتور وهي البروجكت جايد. Without introducing redundancy, the following diagram represents التالي. A student is guided by a particular instructor on a particular project, or a student to instructor project combination may have an associated evaluation. الآن أنا رح أعتبر إن هذا الكومبينيشن كله بالكامل رح يكون على علاقة مع جدول أو entity evaluation. لو أنا عملت relationship between، لاحظوا هلا هذا ريليشن شيب، انتبه هاي ريليشن شيب هسميها R1، نكتب هون R1. اوكي شوي ركزوا معي بهالمفهوم. وهون R2. R2 من شوي كان عندي الايفالويشن، كيف كان؟ شو الفرق بين الدراسة السابقة؟ كان الايفالويشن فور مشبوك مع الستودنت، مشبوك مع البروجكت، مشبوك مع الانستركتور، صح؟ ركزوا كثير منيح، ارجع لها هيك بشكل سريع عشان نعرف احنا كيف حليناها. الايفالويشن فور مش على علاقة بالبروجكت، على علاقة مع الستودنت، على علاقة مع البروجكت، على علاقة مع الانستركتور. واحنا اتفقنا في المحاضرة السابقة انه عندي التحرير العملي لا الانتيز نحولها لتيبل بنضيف فورين كي او برايمري كي من الجداول بصير عندي كفورين كي. فلو انا رابطة الايفاليويشن فور للستودنت معناته منطقيا هون رح ينزل عندنا الستودنت اي دي، وهون رح ينزل عندي الانستركتور اي دي، وهون رح ينزل عندنا البروجكت اي دي. زي ما انه في البروجكت جايد ما انه مربوط بالثلاثة انتيتيز منطقيا رح ينزل عندي هون البروجكت اي دي، وهون الانستركتور اي دي، وهون الستودنت اي دي. طيب شو عمل عشان يحل هالموضوع؟ عشان ما انجبر اني انا انزل الثري برايمري كيز، رح عمل لي ريليشن شيب بتوين ايش؟ بتوين الريليشن شيب السابقة. ما شبك الايفاليويشن فور مع الستودنت، ما شبك الايفاليويشن فور مع البروجكت، ما شبك الايفاليويشن فور مع الانستركتور. يعني انا بمنتهى البساطة ممكن اضيف هنا كمان مثل الحق الاضافي اسمي اي دي لهذا الريليشن، اعتبرها 1 مثلا. لو هون ضفنا انه 1 2 3، ال1 معناته ال1 تعبر عن مشروع الطالب الاول مع البروجكت الاول مع الانستركتور الاول. 2 معناته مشروع الطالب الثاني مع البروجكت الثاني مع الانستركتور الثاني. 3 معناته بروجكت الطالب الثالث مع الانستركتور الثالث مع البروجكت الثالث. ضفنا هون كانه حق الاضافي يميزني. هلا لما انا اجي اربط الايفاليويشن فور مع هذا الكومبينيشن بالكامل ممكن انا فقط استخدم الارقام 1 2 3. وبالتالي ال1 معناته هيكون مخزن جواته ال3 كيز، ال2 رح يكون مخزن جواته ال3 كيز، ال3 مخزن جواته كمان ال3 كيز، لكن ما احتجت هون اني اعمل تكرار. ليه؟ لان ربطت الريليشن مع الريليشن. فممكن انا اضيف كي يكون هو عباره عن حلقه الوصل بين هاي المجموعه وهاي المجموعه. اذا الاجريجيشن، الاجريجيشن فقط يستخدم او بيظهر معانا لما يكون انا في عندي ternary relationship، ternary relationship اوكي، وحبيت اني انا اشتغل عليها بعلاقه جديده زي موضوع الايفالويشن او موضوع grading بعمل درجه لها.
فإذا كان أنا احتجت الثلاث كيز الموجودين بالثلاثة entities، يفضل إني أنا أجمعهم كلهم كأنهم one entity. كأنهم إيش صار يا جماعة عندي؟ كأنهم إيش صاروا كلهم؟ اعتبرتهم one entity. لاحظين كيف المفاتيح اللي حواليهم؟ هذا ال one entity بالكامل بغض النظر إيش في جواته، مربوط مع ال evaluation. شوي بذكرني هذا مفهوم ال encapsulation بالكلاسز، إنه أنا شغلة ما بعرف شو جواتها، يمكن 3 entities 4 entities 5 entities بغض النظر إيش في هون، مربوطة مع ال evaluation من خلال هذه العلاقة. واضح؟ تمام؟ مفهوم عندنا موضوع ال aggregation ومتى ممكن أستخدمه؟ واضح عند الجميع؟ اوكي نكمل. اذا عندنا كخلاصة 3 ممكن نحكي 3 ممكن types لل ER، او ممكن نقول 3 features لل specialization و generalization وال aggregation. حكينا specialization و generalization concept لنفس الموضوع، قراءة بس مختلفة بتوضح لنا نوع العلاقة between two entities، العلاقة بيناتهم هي inheritance. ال aggregation لو انا في صوت وفي شرح يا حامد، صوت موجود اكتبوا له يا جماعة. اوكي لكن بالنسبة للأجريجيشن بستخدمها لما يكون في عندي علاقة ثلاثية او اكثر وحابة اني ارتبط معها بانتيتي جديدة. هنا بجمع العلاقة الثلاثية مع بعض، هنا بجمع العلاقة الثلاثية مع بعض، اوكي هنا بجمع العلاقة الثلاثية مع بعض. فممكن نركز ونسيب حامد لحاله شوي. اوكي نحكي لحامد انه يحاول يطلع من السيشن مره ثانيه. المهم انا بدي حامد يحمل لي سلايدز بتاع النورمالايزيشن، لازم يظهر. اوكي طب انا تحسب لو حامد ما ظهرش على الساحه. طب يا جماعه بالله احكوا لحامد حتى لو مش سامع يحمل سلايدز النورمالايزيشن. بالضبط نسرين خلاص انت اعملي سوبرفيجن الموضوع. اوكي نكمل بس اكتبوا بالصوره هنا لحامد يحملنا سلايد النورماليزيشن. نكمل هنا ريبريزنتنج سبيشاليزيشن فيوتيما. في عندنا طبعا طريقه للتمثيل سبيشاليزيشن فروم سكيما فور ذا هير ليفل انتي، لما لاحظنا من شويه يا جماعه لما انا وضحناها بشكل رسمات. اوكي عندنا هذه احنا نعتبرها التمثيل من خلال السكيما. اوكي الميثود الثانية عشان الميثود الأولى from a schema for each lower level entity set include a primary key of higher level entity set and local attributes. طبعا هون احنا عندنا person ID name وستريت وسيتي، وعندنا هون الستودنت اي دي والتوتال كريدت والامبلوي. هلا انتبهوا لي كثير منيح، احنا عم نحكي الان عن طريقه تحويل السبيشاليزيشن الى جداول. نحكي عن طريقه تحويل السبيشاليزيشن الى جداول، تمام؟ الرسم عن السلايد فيها تداخل، المفروض يكون هذه السكيما وهذه الاتريبيوتس. هاي السكيما وهاي الاتريبيوتس. البيرسون اللي هو السوبر اوريدي برضه مشكلة في النت كانت، مش الصوت. اوكي تمام.
تمام. زي ما وضحنا، لو انا بدي اجي انشئ التيبل الخاص بالستودنت، بما انه انا عندي ريليشن بين الستودنت والبيرسون، مش حكينا احنا student is a person؟ شو حكينا المره الماضيه؟ لابد اني انا انزل البرايمري كي الموجود في البيرسون هو يعتبر up الى الستودنت هو يعتبر الابن، فبينزل عندنا الاي دي هنا كفورين كي، صح؟ من غير وجود فورين وبرايمري مستحيل انا اقدر اني انا في المستقبل موجود. اوكي تمام. زي ما حكينا الاي دي مع الاي دي مستقبلا انا اقدر اني استرجع للستودنت الاسم والستريت والسيتي الخاصه في البيرسون. تمام، نفس الفكره، انا عندي الامبلوي مربوط بمين؟ بالبيرسون، فعند تحويله الى تيبل بالاضافه الى الاتريبيوت الخاصه فيه اللي هي السالري، شو بضيف؟ بضيف ينزل عندنا البرايمري كي كفورين كي. فاذا انا عندي هون عندي برايمري كي اللي هو الاي دي، لكن هون يمثل كفورين كي الستودنت، وهون كمان في الجدول الثالث يمثل كفورين كي. طبعا ما رح نكرر النيم والستريت والسيتي في كل دبل، صح ولا يا جماعه؟ احنا فقط بننزل الاي دي، لا يعتبر اي، لا يعتبر دوبليكيت، ما حدا يجي يحكي لنا عن في تكرار في الحقول، انما انه مذكور في البيرسون فهو اذا المفروض ما اذكره بالستريت والامبلوي، لا لازم ينذكر، والا كيف بنعرف كداتا بيس انه الستودنت له علاقه بيرسون اذا كان احنا ما نزلنا البرايمري كي كفورين كي؟ فوجود الفورين كيز هو الحلقه الوصل ما بين التشايلد مع البيرنت. واضح؟ تمام؟ فاهمين كيف طريقه تحويل الانتيتيز في هذا النوع من العلاقات الى جداول؟ اوكي تمام. وطبعا الكل فاهم احنا ليه ما بنكرر النيم والستريت والسيتي في اي الستودنت والامبلوي، لانه خلص لاحقا في المستقبل بلغه السيكول راح نشوف انه كيف من خلال ريليشن شيب بامكاني احصل على جميع الحقول انا بدي اياها من اي تيبل على علاقه بتيبل اخر. الدروباك عندنا getting information about an employee requires a crossing two relations, the one corresponding schema and one corresponding to the high level schema. بحكي لي هون بس في عندنا مشكلة صغيرة، لو أنا بدي آخذ معلومات من الـ employee، أوكي، اللي هون في عندي أنا علاقتين بتربط الـ أو الـ person عندي هون يعتبر أبا جدولين. فاحتمال يكون كبرفورمانس كبرفورمانس عندهم عند استرجاع الداتا ممكن يكون أخطاء. احتمال. ايوه بالضبط، انا شو بس البرايمري كي هو اللي بنضيفه. تمام؟ اوكي؟ واضح؟ واضح انه هنا الدروباك؟ انه عندنا لو انا بدي اجي استرجع معلومات البرايمري، انا في عندي هنا تو ريليشن، شو هي التو ريليشن؟ الامبلوي مع البيرسون، الستودنت مع البيرسون. لما نكون طبعا هي شغله داخليه، يعني احنا بنحس فيها كيوزرز. اوكي، لكن الداتا بيس لما تيجي ترجع المعلومات للامبلويز ممكن يكون عند البرفورمانس اقل، لانها رح تعمل سيرشنج اكروس تو تيبلز. تمام؟ نكمل. ميثود 2 from a schema for each entity set that will local and inheritance attribute. انا بحكي الطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اني انا احول ال entities الى جدول. الصوت موجود او راح؟ الصوت موجود؟ اوكي. ال person موجود عنده ال ID وال name وال street وال city. هلا بما ان ال student يعرف من ال person، فمعناته ممكن رح نقول انه مواصفات ال ID name street city بالاضافة الى total credit. الامبلوي بما انه يعرف من البيرسون، اذا هو مواصفاته اي دي نيم ستريت بالاضافه الى السالري. كان هو بحكي لي هاي ميثود 2 لكن مش هي اللي بتطبق فعليا. انه اوكي احنا هلا كمنطق، كمنطق انهرتنس، انه معنى التوريث انه انا ستودنت امبلويز يعرف نفس الصفات، لكن اللي بيصير حقيقه هي الطريقه ميثود 1 مش ميثود 2. اوكي
If stylization is certain, the schema for the generalized entity setting who a person not required to store information. بحكي الآن إذا كان في specialization علاقة عنا total. تمام؟ معناته في موضوع generalization entity اللي هي person not required to store information. شو معنى هالكلام؟ معنى total إنه أنا كمية معلومات الـ person وزع بين اللي استلمته من الـ employees. صح ولا لأ؟ بحكي إذا مثلنا الـ entities بهاي الطريقة اللي أمامنا، إذا كان مثلناها بهاي الطريقة اللي أمامنا، أوكي؟ معناته إنه أنا ما فيش داعي لو العلاقة توتال إني أذكر معلومة في الـ person. صح ولا لأ؟ إذا كان الـ specialization is total, the schema for generalized entity set person not required to store information. صح ولا لا؟ معي؟ لو هذا البيرسون تجميع المعلومات لسنت والامبلي، اذا كل البيرسونز موزعين هون وهون، اوكي، وعند الاي دي موجود والنيم موجود والستريت موجود والسيتي والتوتال كريدت، ونفس الشيء هون الاي دي والنيم والستريت. فاذا هل في عندي اي فائده الى اني اخزن معلوماتي تبعت اللي سنت والامبليز مره ثانيه في البيرسون؟ جاوبوني نعم او لا. في داعي؟ ايوه طبعا يا نجوى، يعني هون على حسب ما هو ذاكر امامي. لو انت مثلتي الجداول بالطريقه اللي امامك، يعني كررتي النيم والستريت والسيتي، يعني انت حبيت انك تعمل جداولك بالطريقه هاي، والامبري بنفس الفكره كررت الاي دي والنيم والستريت، معناته اذا كان علاقه توتال اذا 100% جميع بيانات البيرسون مخزنه في الاستودنت وفي الامبريز، لانه معنى توتال يعني ما في اي بيرسون مش موجود يا كاستودنت يا كامبري. فكنوع من تقليل الريدند داتا او الاكسترا داتا او الدبليكيت داتا، ما في داعي ان اخزن هاي المعلومات في البيرسون، خلاص اوريدي صارت موزعه. اوكي؟ can be defined as a new relation containing union of specialization relation. في عندنا مصطلح بالداتابيس اسمها فيو. شو يعني الفيو؟ هو عباره عن تجميع معلومات من اكثر من جدول. الفيو شو تعني؟ تجميع معلومات باكثر من جدول وعرضها، هي معنى كلمه فيو. فبحكي لي can be defined as a view relation containing union. هلا هو عم بحل الموضوع على فكره، يعني احنا عم نحكي انه نظره عامه يا علي كترجمه حرفيه، لكن بالداتابيس فيو تعني عرض بيانات من تو تيبلز. يعني لو انا بدي اعمل لك فيو من البيرسون والستودنت، يعني ممكن اعمل لك من البيرسون اي دي ونيم وستريت، واخذ لك من الستودنت التوتال كريدت، فبكون انا انشات شغله فيو. وطبعا ما بعرف اذا كان رح يكون موجود عندنا بهذا الكورس او لا، فكرتها انه وزنها زيرو، يعني ما بيعمل دبليكيت للداتا، تكون الداتا مخزنه في الجدول وكانها الفيو، ترجمها حسب ترجمتك كانها نظره على ليبل. اوكي؟ بس تكون لها اسم. هي طريقه كثير رائعه صراحه للتعامل مع قواعد البيانات اذا كان يعني اخذناها في هالكورس. ماشي الحال؟ طبعا زي ما وضحنا، هو هلا عم بوضح لنا انه شو الحل، انه بدل ما انه نكرر هاي المعلومات، انه في فكره الفيو بتريحنا الموضوع عشان نكرر النيم والستيت والستيت، يعني هو عنه كانه عم بيعارض هذا النوع من الميثود، بقول حلها بانشاء الفيو. يعني الطريقه اللي قدام الميثود تو مش منطقيه. لو انا بدي اعمل عرض للاي دي والنيم والستريت بنشأها من خلال الفيو. حلو؟ But explicit schema may still be needed for foreign key constraint. هذه ما فيها خلاف، احنا وضحنا انه اكيد 100% لو انا ما بدي دي اكرر الحقول، الشيء الوحيد اللي احنا عايزينه هو مين؟ الفورين كي. تمام؟ شو الدروباك لهذا الميثود؟ نيم ستريت may be stored jointly for people who are both students and employees. يعني هو كانه عم يقنعنا، كانه عم يقنعنا بروف انه يا جماعه ميثود 2 مش منطقيه، ميثود 1 هي المنطقيه. فعم بوضح لنا كل وحده شو مزاياها وشو عيوبها على اساس يقنعنا انه ما في داعي لموضوع تكرار البيانات. واضح؟ اوكي؟ نكمل؟
schema corresponding to aggregation to represent. هلا احنا مثلنا الاسبشيشن والجبلايزيشن بشكل تيبل. هلا بالمقابل كيف كمان الاجريجيشن نحوله الى جداول. بحكينا هون هنعمل سكيما، يعني سكيما جديده، جدول جديد. اوكي، هذا الجديد راح يكون عباره، لا ما خليك يا حامد، خليك محتاجك. سلايد بدي ابلود شي خرب. لا المفتاح مش معك. اوكي، primary key of the aggregate relationship. The primary key of the associated entity set or any descriptive attributes. اوكي. الان الفكره ان انا رح انشئ entity ثالثه او رابعه بمعنى اصح. هيكون فيها primary key، هيكون فيها primary key associated entity، رح يكون فيها attributes. ما مش رح احكي كثير بالنظري، خليني اشوف المثال وبعدين ارجع على السلايد. هلا هذا عبارة عن الاكزامبل اللي خاص بالبروجكت والانستركتور والستودنت، صح ولا لا؟ الآن رح أعمل الايفالويشن فور، رح أحولها إلى جدول. هذا الجدول على شو بيحتوي؟ هيحتوي على البرايمري كي للانستركتور، البرايمري كي للبروجكت، البرايمري كي للستودنت، تمام؟ بالإضافة إلى ايفالويشن أي دي. يعني هون إحنا ضفنا حقل اضافي، ايش سميناه؟ evaluation ID. schema project guide is redundant provided we are willing to store null values for attribute manager name in relation on schema managers. وضحنا سابقا انه project guide احنا هنحتفظ فيها، تمام؟ لانه ممكن يكون عندي بعض البروجكتس اللي فيها مش داخله في الايفالويشن. بدي اكمل بس اشوف انا كيف طريقه، اذا كان عمل لي مثال اخر. لا هون مش عارفه اكمل، هون اشوف. اوكي، هيني ارجع لمثال. نرجع لمثال بس شوي لورا. حكينا ان البرايمري كي اوف ذا اجريجيتد ريليشن شيب، شو يعني كلمه برايمري كي فور اجريجيتد ريليشن شيب؟ البرايمري كي لهي المجموعه بالكامل، البرايمري كي لهي المجموعه بالكامل هو الثلاثه برايمري كي هذول، او سوري الثلاثه فورين كي، الانستركت الستودنت، البروجكت، الانستركتور. هذول الثلاثه مع بعض بدي اجي اعمل حواليهم مستطيل يعتبروا يعتبر هذول الثلاثة مع بعض البرايمري كي لمين؟ لهي المجموعة بالكامل. احنا متفقين سابقا انه ممكن يكون البرايمري كي سنجل او كومبوزيت، صح؟ بيكون عندنا سنجل في حالة مثلا جدول الطلاب، خلاص المميز تبعنا هو مين؟ هو الستودنت اي دي. لكن لما يكون انا في عندي علاقة ثلاثية، وطبعا تكون علاقه طبعا 8-8 في على الاغلب، معناته راح يكون عندي البرايمري كي عباره عن ثلاثي الحقول، كومبوزيت مكون من ثلاثه حقول. بما انه عندي ثلاث جداول هيكون عندي البرايمري كي عباره عن ايش؟ عباره عن ثلاثه فورين كيز، كل واحد جاي من تيبل، لانه منطقيا كل طالب مع كل بروجكت مع كل انستركتور لم يتكرر. حلو؟ اذا هذه اول نقطه ضفنا البرايمري كي للاجريجيشن شيب. بعدين the primary key of the associated entity set، وين عندنا البرايمري كي تبع الاسوشيتد؟ يعني فيك يا امال ايش يعني البرايمري كي الاسوشيتد؟ هذه عن الايفالويشن فور، هذا عباره عن الاسوشيتد انتيتي. شو البرايمري كي لها؟ ايفالويشن اي دي. او سوري يا جماعه، هون 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 معليه، عندنا الاسوشيتد انتيتي، هذا عباره عن انتيتي في الايفالويشن، ايش بيكون مذكور جواته؟ ايفالويشن اي تي. وين بينزع عندنا رقمه؟ بهذه الحلقه اللي بتجمع بين الانتيتي الاولى، هعتبر هذه كلها عباره عن انتيتي، هذه كلها عباره عن انتيتي. هينزل البرايمري كي للثلاثي
في الريليشن وهينزل البرايمري كي للانتيتي الرابعه برضه داخل ايفالويشن. فتشكلت عنا المواصفات اللي قدامنا وطبعا الايفالويشن اي دي مع الانتيتي اي دي مع الستودنت اي دي على بعضهم يعتبر البرايمري كي للايفالويشن فار. يعتبر برايمري كي لمين؟ الايفالويشن فار. معي؟ واضح؟ دائما خذوها قاعده لما يكون في عندي ريليشن between two entity طبيعي انه هذا الريليشن ينزل فيها البرايمري كيز ويشكلونها مع بعض. طبعا يعتبروا فورين كيز لو كل واحد مستقل وبشكلهم بشكله مع بعض انه برايمري كي لهاي الانتيتي او الريليشن انتيتي. معايا؟ واضح؟ طبعا في النقطة الأخيرة any descriptive attribute، فلو حبيت اني انا اضيف اي attribute اضافية، اي attribute اضافية زي مثلا تاريخ التقييم، ممكن اضيف مثلا وقت التقييم، ممكن اضيف على سبيل المثال انه تقدير للتقييم. اذا انا بامكاني هون بالاضافه الى هذه الحقول الاساسيه اللي عند الاساس، هذه هي البنيه الاساسيه اللي بتكون من خلالها يا اما علاقه يا اما صحيحه يا اما خاطئه. هون انا الكريتيكال، لكن انا بجي اضيف حقول اضافيه اخرى عادي، ممكن اضيف التقدير تبعي، ممكن اضيف الوقت في التقييم عادي. فانا بدي اضيف اني ديسكربتيف اتريبيوتس. تمام؟ فهي عندنا طريقه تحويل اجريجيشن الى تيبل. هذا اوريدي تيبل له مواصفات، ولكن هون عندنا الشغل كله راح يكون سكيما بروجكت بيت خلاص حكينا عنها سابقا. واضح لهلا؟ راح نكمل الان. AR design decisions the use of an attribute or an entity set to represent an object. هون كان بحكينا عن بعض القرارات او بعض الرولز انه احنا بنستخدم الاتريبيوتس او الانتيتي عشان لاحقا ننشئ الاوبجكت اللي هو ايش يعتبر الاوبجكت عندي اللي هو التيبل. Whether a real world concept is best expressed by an entity set or a relationship set. يعني ما بعرف شو كثير قصدهم هالكلمه هاي، لكن في النهايه رح يكون في عندنا الانتيتي رح نمثلها وريليشن كمان رح نمثلها. The use of a term relationship versus a pair of binary relationship. انه وضحنا سابقا بامكاني اني احول التيرن الى باينري او اخليها كما هي. احنا بناخذ فيه قرار بحسب بنيه الداتا بيس اللي عندي او حسب التحليل او حسب كمان نوع الابلكيشن عم بشتغل عليه. The use of strong or weak entity set اللي برضه شفناها لاحق. استخدام specialization generalization استخدام الاجريجيشن كلها عباره عن concept مرت علينا، لكن مش بالضروره ان كل هاي الكونسبت نستخدمها في نفس الداتابيس. اللي بيعتمد الديسيجن قراري في انشاء التيبل بيعتمد على نوع الريليشن شيب. يعني مش دائما ممكن الاقي انا علاقه بيوصل لها specialization، صح ولا لا؟ مش بالضروره ده الاقي عندي ويك انتيتي او سترونج انتيتي. احنا حكينا كل الكونسبت مع بعض، لكن مش بالضروره كلها بتجتمع في وان داتا بيس. هي عباره عن ديسيجن بناخذها احنا ك داتا بيس ديزاينرز، اوكي، على حسب الحاله اللي قدامنا. تمام؟ نكمل. انتقلت عندكم السلايد؟ انا عندي معلقه. انتقلت عندكم؟ لا، اوكي انتقلت. تمام. طبعا هلا رح ما رح نبدا نناقش اللي صارت قدامي، لانه هلا عم بيعملنا مراجعه لجميع السيمبلز والرموز اللي مرت علينا سابقا. كل ما ذكرناه سابقا من نوتيشن، بس رح اتوقف شوي. كل نوتيشن احنا ذكرناها بالسلايد السابقه مرت علينا، لكن هاي جديده، هاي صح؟ ما مرت علينا قبل هيك، اوكي؟ ممكن انه احنا نلاقي بعض الكتب تمثل الاي ار يا اما بشكل اللي هو مستطيل ويحتوي على الحقول زي ما درسناها، تمام؟ وعلاقه بتربطها بمستطيل اخر وانت ثانيه، او تمثل بهذا الشكل. تعال نشوف شو معنى الشكل اللي قدامنا. الاي هو عباره عن الانتيتي، ممكن اكتبه انتي بري، تمام؟
الشابتر الثامن هو شوف يا سحر، احنا اليوم راح نكمل عن النورماليزيشن، راح نشرح النورماليزيشن. لا يا هواي، انا والله كنت حاطه ببالي النورماليزيشن، لكن لو انت حاب انه احنا بس نكتفي بويك 7 اتس اوكي. مش ويك 7 سوري، هو ويك هو تشابتر 7 اني واي، ويك 6 بمعنى اصح. بس انا حكيت انه نخلص بحيث يكون في عندنا مجال بعدين نشرح السيستم اناليسيز. فشو رايكم؟ بتحبوا انه احنا نخلص بس اليوم تكمله شابتر 7 اللي هو ويك 6، او نكمل على ويك 7 اللي هو النورماليزيشن؟ انا ما عندي اشكال. اوكي انا بفضل نكمل نسير نورماليزيشن امتى. والله ما بعرف يا علي نشوف يعني يوم اخر، بس انه انا يعني بما انه انا عندي قدره اني اشرحها والمحاضره مسجله، يعني حتى لو انه احنا شوي حصل معلومات هيدي ممكن بعد لو اخذنا مسجله نقدر نسترجعها بطريقه تكون هيك على وقتها بيحطوا. تمام اوكي ممتاز. معناته هون نرجع نشوف الانتيتي، الانتيتي خلاص اذا قررنا راح نكمل على شابتر النورماليزيشن اليوم. بالنسبه للرسم اللي قدامي هاي هي طريقه اخرى زي ما وضحنا لتمثيل الانتيتي دياجرام. الاي عباره عن اسم الانتيتي، يعني بكون فقط بكتب هنا امبلويز، ما بكتب اي حقول، ما بكتب اي اتريبيوت، بس امبلويز. طب وين هي الاتريبيوت؟ هاي الدوائر اللي قدامنا. يعني لما مستطيل بالطريقه هذه اوكي، بدل ما احط مستطيل ويكون مقسم الى جزئين، جزء فيه في اسم التيبل والجزء اللي تحت يكون فيه الاتريبيوت بالطريقه هاي. هاي الطريقه احنا نعرفها، هون اسم الانتيتي وهون الاتريبيوت. بالطريقه هاي فقط اسم الانتيتي في الاي، وهنا بكتب امبلوي اي دي وبحط تحتيه خط، تحتيه خط معناته انه هو برايمري كي. اوكي لا ان شاء الله ما في تعب ان شاء الله نضل مكملين. اوكي البرايمري كي بنحط تحتي خط، ممكن اجي هنا على A2 اكتب مثلا النيم، ممكن اجي على A3 هون الدائرتين او الخطين لهم معنى، والخط المتقطع له معنى. لو يكون عندي هون الدبل لاين معناته ملتي فاليو. لو فكرنا لما حكينا عن الفون نمبر، فاكرين الفون نمبر حكينا يكون عندي اكثر من تليفون صح ولا لا؟ فلما انا امثل الاتريبيوت بشكل دبل لاين معناته انه هو راح يكون في اكثر من قيمه. طيب ايش معنى الخط المقطع؟ معناها الريفد فاليو زي الايج. الايج حكينا لما انا اجي انشئ الجدول حقيقه ما راح اضيف حقل اسمه ايج، ليه؟ لانه حقل حسابي ممكن انا احسب بناء على البيرث ديت تاريخ الميلاد. فاذا الخط المتقطع يعني الريفد فاليو او الريفد اتريبيوت، هنا هو واضح ان كل شيء مكتوب اوكي حق الحسابي. الدبل معناته مالتي فاليد زي الفون. هون لو انا عندي متفرع منها سهمين شو معناته؟ النيم معناته هو كومبوزيت فيلد. لو يكون انا عندي حقل بهالطريقه او اتريبيوت بهال ومتفرع منه فرعين معناته انه فيرست نيم لاست نيم. زي ما حكينا بالادرس انه ممكن يكون في عندي ستريت نمبر، يكون عندي الابارتمنت نمبر وهكذا. واضح شو فكرة التمثيل هذا او كيف فكرته عن الانتيتي العادية؟ في بعض الـ database designer او system analyst بيرتاحوا لهي الطريقة، وفي بعض الناس الثانيين بيرتاحوا للطريقة التقليدية اللي هي عبارة عن المستطيلات، لكن كلهم تنتين صحيحات. تقريبا هو فعلا لخص جميع الانواع لكن بطريقة رسمة الرسمة البديلة، هم سموها ultimate AR. اوكي؟ ويك انتيتي سيت. لو انا على هاي الانتيتي حطينا خط مزدوج شو معناته؟ معناته انه ويك انتيتي. اوكي لو انا بدي امثل سبيشاليزيشن بامكاني استخدم رمز المثلث زيه زي الطريقه العاديه. اوكي انه انا لو بدي اجي امثل ممكن اجي ارسم انه هذا الانتيتي بالطريقه هاي. اخذ القلم احسن مش بدي اشتغل معي. اوكي انا اعمل مثلا بالطريقه هذه. اوكي وانا اضيف انتيتي ثانيه
واسميها مثلا لو هذا على سبيل المثال، نتخيل انه هذا هو البيرسون. لو انا تخيلت انه هذا، نقول هذا عبارة عن الامبلوي، هذا عبارة عن الامبلوي، واجي اكتب هون بيرسون. نقرأ باتجاه المثلث، هذا employee is a person، ونفس الفكرة باجي بفرع من person الحقول اللي أنا بدي إياها بالطريقة هذه. واضح؟ فإذن هي علاقة عادية ممكن أمثلها بالطريقة هذه، وممكن كمان اجي اعمل بالشكل هذا. احط هون بشكل معين، شكل معين يعتبر شو؟ يعتبر entity relation. هذا ايش بنسميه؟ relation entity. هذا اسمه relation entity، لكن هذا يعتبر شو؟ يعتبر عبارة عن رمز specialization. فممكن اجي اكتب هون ان هذا الامبلوي work in، واضح اكتب له مثلا department. بالطريقة هاي ونفس الفكرة ممكن يتفرع منها أكثر من attribute. مش راح تكون هيك اسم سيء، بس مش راح تكون الفكرة واضحة. اوكي، فبتلاقي عنا زي تقريبا بتحسوها كأنها رسم شهري بيكون متفرع، ممكن يشمل أكثر من نوع من العلاقة. إنه هون عندي لو أنا حطينا إنه هذا عبارة عن الإمبلوي، هذا الإمبلوي اللي بدل حرف الإي، إنه هذا اسمه إمبلوي نسميه إم. فهون عندي ربط بين الامبلوي وبين البيرسون بعلاقه الاز ا عباره عن سبيشاليزيشن، وربط بين الامبلوي وبين الديبارتمنت بريليشن شيب عاديه ان الامبلوي ورك ان ديبارتمنت. وعاد قيسوا انتوا عليها كيف احنا ممكن نعمل ادمج العلاقات على حسب التحليل اللي احنا عاملينه. ما في اختلاف بينها ابدا ككونسبت بين هذول الطريقه العاديه الاي ار. واضح؟ واضح يا جماعة؟ التوتال جنراليزيشن، التوتال بمثلها بدبل دبل لاين. لو عندي انا الموضوع توتال معناته انه كل البيرسونز ايش مالهم؟ لو انا عملت الحركة هذه معناته انه كل البيرسونز عبارة عن امبلويز. لازم كل البيرسونز عبارة عن شو؟ عبارة عن امبلويز. اوكي؟ انا بحس بالرسم يمكن هذا النوع شوي بيكون هيك امتع من الطريقة العادية، بس مش الكل بيعتمدها. اوكي كمل. يمكن انتبهتوا هلا انتوا باخر محاضرة بالسيستم اناليست انه تطرقنا للاي ار، صح؟ وظهرت عندنا رموز جديدة، صح ولا لا؟ زي ما اتفقنا احنا عندنا دائما اكثر من نوتيشن. هون الحلو بالموضوع انه شغلونا في كورس الداتابيس كل النوتيشن ممكن تمر علينا في اي كتاب، يعني مستحيل نلاقي نوتيشن اكثر من اللي مشموله عندنا هون. عندنا يعني النوتيشن بتمثل انواع العلاقات، يا اما بتكون عباره عن السهم، اذا كان شو الثانيه موجوده او لا، لا مش موجوده. احنا حكينا اخذنا ببدايه دراسه الاي ار انه انا في عندي السهم اللي بيكون له راس، يعني شو؟ نرسمه. لما يكون انا عندي سهم براس واحد ايش يمثل؟ يمثل علاقه ال1 بالضبط، وجهه من غير سهم ايش تمثل؟ تمثل علاقه الميني، صح ولا لا؟ يعني لو انا هنا عملت جدول، بس خليني اكتب كتابته، انه هون عندنا ديبارتمنت، اوكي، وهون عندي من غير ما ارسم المربع المستطيلات اللي حواليهم، مع
النعم، لانه هون ال1 وهون الماني معناته الماني معناته انه كل موظف ممكن انه يشتغل في اكثر من قسم، لكن كل قسم يحتوي على موظف واحد. هيك قراءه تحضرها مش منطقيه، انه كل موظف يشتغل ممكن الصحن انا اعكسهم، اوكي؟ انه كل شوف اذا كان بقدر احركها او لا. الصح هيك تكون عشان تكون منطقية أكثر في قراءتها معناها. طيب بعدين نتحرك. ترى لو حامد هون كان حركني إياها. مين حكى لي كنترول A ديليت أسهل من الـ End من الـ Depth وهنا أسهل؟ أوكي، نجي نقرأ العلاقة إنه كل موظف يعمل في قسم واحد وكل قسم يحتوي على اكثر من موظف. القراءة دائما ان الوان عند الديبارتمنت والماني عند الامبلويز معناته ان القسم الواحد يحتوي على اكثر من موظف واكثر من موظف يعمل في قسم واحد. معي يا جماعة؟ طيب ايش اللوكيشن الثانية؟ شايفين رمز ستار؟ رمز ستار معناتها برضو انه ماني، انه اكثر من موظف يعمل في اكثر من قسم، اكثر من قسم في اكثر من موظف. هذه 1 to 1 عادية، 1 to many. في عندي برضه نوتيشن هاي، هذه نوتيشن تعبيرية تعتبر، بس هي عادة ما بتكون بالطريقة هاي، لازم يكون في عندي رمز. الرمز اللي قدامي معناته برضه رمز ميني، إن هنا أكثر من شخص في الـ E2 بيعمل مثلا في أكثر من E1 وبالعكس. تمام؟ لما ما يكونش فيها شيء معناته 1 to 1، لا، معظم الكتب تستخدم الرمز هذا. هذا هو المستخدم. طبعا ممكن الناس يمثلوه بإشارة 1 واحدة أو إشارتين عادي، ما بتفرق نهائيا. بس ممكن إنه تنقرأ لما تكون عندنا 2 1 1 أند أونلي 1، يعني كأنه تأكيد. أوكي؟ فإحنا ممكن نكتبها بدبل 1 أو 1 واحدة نفس الشيء. تمام؟ هون نفس الفكرة. يعني هو رمز البرين هم ما تبنى هو الوان، لكن يفضل يكون عليه الإشارة هاي. أوكي؟ إذن سواء وضحنا إشارة الستار أو وضحنا الإشارة هذه هي أكثر من تفريعة، أوكي؟ أو النوتيشن مثلا في كتابنا اللي هو إنه يكون بس خط واحد معناتها أكثر، لكن مثلا في عندي كلمة الرقم واحد أو إشارة الوان كتمثيل معناته 1 أو السهم نفس الشيء. الإشارة الأخيرة 0 or more 1 or more. إحنا وضحنا إن في عنا علاقة التوتال وعلاقة شو؟ البارتشل أو الجزئية. ولا لو أنا مثلا عندي هنا هذا الإمبليجي وهذا عبارة عن الأقسام. طيب ممكن أحكي إن الأقسام أو القسم يحتوي على أكثر من موظف أو ولا موظف. لو تخيلنا ان الـ E2 هو عبارة عن القسم، الـ E2 هو عبارة عن القسم هيدي، والـ E1 هو عبارة عن الـ Entry. معناته انه القسم يحتوي على اكثر من موظف او ولا موظف لانه زيرو. لو بدي اقرأها بالجهة العكسية بحكي انه الموظف يعمل في قسم واحد او اكثر، لكن لازم بالضروره اكيد يعمل في قسم واحد. فعشان كده برضه تقول هاي نوع من انواع العلاقة التوتال، انه مست لازم انه يعمل في قسم واحد على الاقل او اكثر. واضح؟ واضح يا جماعه كل النوتيشن اللي قدامنا؟ اوكي؟
تمام. UML، UML نفس اللي مرت علينا بالسيستم اناليست اللي هي عبارة عن Unified Modeling Language. Unified Modeling Language has many components to graphically model different aspects of an entire software system. The UML class diagrams correspond to each graph. The UML عادة دائما لما نيجي نسمعها هي أكثر استخداما مع الكلاسز. زي اليوز كيس، اليوز كيس هي إحدى أنواع اليو ام ال، احداها في عندك انواع من الجرافيكس او الدياجرام لليو ام ال، لكن مينلي تستخدم لتمثيل الكلاسز. تمام. هنا عندنا الاي ار فيرسز اليو ام ال، ممكن احنا نشوف الرسمتين هدول ونحكي شبه بعض، هذه وهذه شبه بعض لكن هم مختلفات تماما عن بعضهم. هذا عبارة عن ER diagram وهذا عبارة عن UML diagram. هاي عبارة عن تمثيل لتيبل في database، هذا عبارة عن تمثيل لكلاس في كلاس في في في, في programming لا مش في جافا مثلا. اوكي نجي نشوف الفرق بس بيناتش. E هو عبارة عن ال entity name، ال E هون كمان عبارة عن ال class name، ال A1 هو عبارة عن attribute، ممكن يكون سيمبل، ممكن يكون كومبوزيت، ممكن يكون مالتي فاليد، ممكن يكون دريفت عادي. بالنسبه لماينس اي 1 يعتبر اتريبيوت، هنا كلاس و سيمبل اتريبيوت اند ميثود. اذا كان عندي البريفكس بلس او كان عندنا ماينس كرين، لو كنا نعرف الاتريبيوت بالكلاسز كنا احيانا نعرفها كببليك او نعرفها كبرايفت او نعرفها كبروتكتد، صح ولا لا؟ لو كانت عندنا اشاره بلس موجوده معناته انه هذا الاتريبيوت نوع بابليك، لو كانت اشاره الماينس موجوده اذا هذا برايفت، لو كانت اشاره الهاش موجوده اذا هذا عباره عن بروتكتد. مش بس هيك كمان عاده بيكتبوا تحت، اوكي هون المنطقه هذه المنطقه اللي فوق هي عباره عن الاتريبيوت، والمنطقه شايفين عندنا هنا خط فاصل، يعني يكون عندي A1 A3 مثلا ID name سالري واتيفر، وتحت الميثودز مش احنا في عندنا الميثودز بالكلاسز صح ولا لا؟ وبنفس الطريقه الميثودز في منها برايفت، في منها بابليك، وفي منها بروتكتد. فاذا الماينس والبلس والهاش تستخدم لتعرف نوع الاتريبيوت او الميثودز، مكانهم فوق اتريبيوت تحت ميثودز. وهذا مش زيرو، هذا عباره عن قوسين. هي عباره عن شو؟ عباره عن قوسين يعني ميثود بالضبط. اوكي نفس الشيء على فكره هون، هذه M1 هذه كمان عباره عن قوسين، لكن هذه ايش احنا بنعتبرها؟ مش ميثود، ايش بنسميها؟ ديريفد فاليو، يعني برضه عمليه حسابيه، ممكن تكون في هي فانكشن او بروسيجر. تمام. نفس الشيء انه احنا هلا اخذنا بال ER في عندنا ريليشن بتوين تو تيبلز، او ريليشن بتوين تو تيبلز وريليشن في النص لها اتريبيوت. اوكي انا عم بوضح لي انواع ريليشنز. تمام. نفس الشيء الكلاسز في بيناتهم ريليشن، الكلاسز في بيناتهم ريليشن، الانهيرتنس نفسها ريليشن، الانكابسوليشن نفسها انهيرتنس، سوري تعتبر ريليشن. لو فكر الانترفيس كمان نوع من الريليشن، فاذا هذا عباره عن ريليشن بتوين الكلاسز. فرق بين تيل الريليشن في اليو ام ال انه ما بنستخدم هاي الاشكال، الدايموند غير مستخدمه مباشره، خطوط او ممكن احط كلاس اضافي. معي يا جماعه؟ اوكي واضح؟ بس مجرد تفرقه بسيطه بيناتهم. هنا كمان برضو اللي هي ممكن في عندي علاقه الجنراليزيشن سواء ديسجوينت او اوفرلابينج، هنا كمان نفس الشيء ممكن نستخدمها في اليو ام ال، نفس الفكره في الاسهم كمان مستخدمه في اليو ام ال، يعني نفس النوتيشن في التمثيل. ما اتوقع انه ممكن كثير تكون مهمه في الداتابيس لكن حكيناها لانها مذكوره. Then relationship sets are presented in UML by just drawing. بس في شغله صغيره هون. اوكي. اتوقع وانا بشرح لكم اياها كاني خلطت بين السهمين. انا حكيت انه هذا عباره عن الاوفرلابنج وهذا عباره عن disjoint صح؟ بس صحيح المعلومه انه هذا الاوفرلابنج وهذا عباره عن disjoint. اوكي؟ كشكل اسهم، بس الفكره نفسها يعني انا شرحته نفسه كان مفهوم، لكن بس شكل الاسهم هو المختلف. UML class diagram
نفس الكلام، ممكن يكون عندي binary relationship، ممكن يكون في عنا علاقة بناس معينة رول، لما كان في عندي علاقة بين الجدول نفسه فاكرينها الرول، علاقة الجدول بنفسه كمان نفس الشيء، في عنا علاقة الكلاس بنفسه كمان اللي هي بنسميها العلاقة العكسية الرجعية أو الـ relation. برضه relation شبني a box along with attributes، ممكن نكتبها box أو ممكن كمان نعملها بشكل دوائر زي ما حكيناها قبل شوي. واضح؟ بس هذا كان نهاية شابتر 7. في أي سؤال؟ في أي استفسار؟ الباقي هو عبارة عن الأمثلة اللي كانت مذكورة. أي استفسار قبل ما ننتقل normalization؟ تمام.